اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا مقطع جديد في المقطعات، ازاي تجيب البلود كيل وحاجات الرانكد يعني. فياب خليكم على المقطع. ايه باك هنا. طبعا اول حاجه انت تنزل تحت في الديسكريبشن وهتحمل مود البي في بي بارتكلز، وهتحمل البروجكت تريلز مود، تمام. فتيجي هنا هتعمل اول واحد بتاعت البلود كيل، تمام، او اي كل اي كل افكت. بص هتكتب سلاش بي في بي زي ما انت شايف دي، هتلاقي نون، اعملها بلوك بريك. بلوك بريك طبعا هفهمكم، يعني انت لو جبت هنا الريدي ستون، جبت بلوك اوف ريدي ستون زي ما انت شايفين 152، فهي اصلا بتاعت البلود هي دي، فاهمني؟ يعني هي دي كده بتاعت البلود، هي دي البلود كل بتاعت الريدي ستون، تمام. فهتخش بي في بي بي وهتكتب 152 اللي هو الرقم اللي جنب الريدي ستون ده زي ما شايفين. لو عايز تعملوا اي بلوكه تانية ممكن تعملوا خشب، ممكن تعملوا اي حاجه انت عايزها. فبس يعني خلصت، هتعمل كل حاجه زي دي، هتعمل دي هاي بيكسل عشان تشتغل معاك في سكاي ووردز. بس طبعا تيجي لتاني حاجه اللي هي بتاعت البارتكلز. طبعا البارتكلز اللي هي البروجكت تريل، يعني هذه زي ما شايف دي البروجكت تريل بتاعت النوتس، تمام. فهتكتب سلاش بروجكت تريل، بعدين هتعمل شو تريل اون وهتختار اللي انت عايزه، ممكن بلاك سموك، كل الحاجات بقى ايه، اختار اي حاجه، الفاير، الجرين ستار. طبعا زي ما شايفين الجرين ستار اهي، دي الجرين ستار مع جيم في هاي بيكسل. بس excuse my language, that's a hang up from how shitty I've been feeling. I'm sorry I feel no attraction and none of this been a 'cause I've been so lost.